بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، أهلا ومرحبا بكم. حصة جديدة من يونس توك. صباح الخير أو مساء الخير حسب الوقت الذي تستمعون فيه لهذه الحلقة الجديدة من يونس توك. ضيف هذه الحلقة الأستاذ عبد الحفيظ بن شيخ، وهو مطور جزائري طور موقع ديزاد مسابقات، وهو لإيجاد المسابقات الوظيفي العمومي بطريقة حديثة وعصرية وسهلة. أهلا بك أستاذ عبد الحفيظ، كيف الحال؟ بك وأهلا أستاذ يونس، الحمد لله بخير. شكرا لك على الاستضافة. وشكرا لك على قبولي، بارك الله فيك على العمل الممتاز. لو كنت تبحث عن وظيفة أو ترقية في الوظيفة العمومي، طبعا ديزاد مسابقات هو وجهتك الأولى لازم يكون. دعنا نبدأ بمسيرتك أستاذ عبد الحفيظ، يعني عرفنا على نفسك، ماذا درست؟ وكيف تعلمت البرمجة وتطوير الويب وما شابه؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اسمي الكامل هو بن شيخ عبد الحافظ، طالب في جامعة تلمسان. بدأت دراستي كأي جزائري من الابتدائي إلى غاية الجامعة. تحصلت على الماستر، ليس الماجستير، الماستر في إعلام آلي بيطبي. ثم بعد ذلك في عام 2019، ثم بعد ذلك أنا أكمل دراستي في الدكتوراه في نفس تخصص إعلام آلي بيوطبي. بالنسبة للبرمجة، يعني بدأتها من الصغر، من المتوسط، من مرحلة المتوسط إلى غاية، يعني لم أكن أستطيع أن أتعلم البرمجة إلى غاية وصولي إلى الجامعة. يعني عندما وصلت إلى الجامعة جمعت الأساسيات التي أحتاجها لكي أصبح بالفعل قادر على تعلم البرمجة وليس قادر على البرمجة، والحمد لله وصلت وتعلمت يعني طرق برمجة تطبيقات الحاسوب لأول مرة. ثم بعد ذلك تخصصت في تطبيقات الويب أو مواقع الإنترنت. طيب، هل تعمل عبر الإنترنت مثلا، تقدم هذه المهارة لمن يحتاجها سواء عبر أبورك أو ما شابه؟ الحقيقة لا أعمل عبر الإنترنت، أركز أكثر على تحسين مهاراتي وعلى القيام وإنجاز المشاريع التي تخطر في بالي. يعني لدي يعني العديد من المشاريع. حتى محليا، يعني أو تعمل محليا، ممكن جاتك طلبات محليا ليس عبر الإنترنت. جاءتني طلبات محلية لكن للأسف يعني لم أقبل أي طلب. يعني في الوقت الحالي إلى حد الآن يعني لم أقبل أي طلب ولم أطور لأي شخص آخر. هذه قناعة نفسية، ليس قناعة نفسية شخصية، وإنما يعني تفضيل أفضل أن شخصي، أعطي الأولوية تفضيل. لمشروعاتي على مشروعات الآخر. يعني إذا كنت سأطور مشروع شخص آخر، لماذا لا أبدأ بمشروعي أنا؟ طيب، هكذا يعني دائما أفضل هو الأولويات. فكرة جيدة، لكن بعض الناس يفعل ذلك لسبب مادي، يعني هو يطور مشروعات الآخرين لكي يحصل على ما يكفي من المادة، ولكي يعني ممكن ما يأخذ وظيفة حكومية أو وظيفة لدى القطاع الخاص. تمام، أنا أعطي لك يعني بعض الناس لماذا يفعلون ذلك. هو فيه يعني فيه نوعين من المبرمجين، فيه مبرمجين يقومون ببرمجة كما نقول بارتس ولا يعني سكريبتات للآخرين، وهناك مبرمجين يقومون ببرمجة مشاريع الآخرين. فهنا الفرق، فرق بين مهندس ومبرمج. فالمهندس بشكل عام يطور مشاريع الآخرين، فتطوير مشاريع الآخرين يجلب المال صحيح، لكن يحتاج وقت، يحتاج مجهود، ويحتاج أيضا إلى الصبر، لأن الآخرين أو الشخص آخر خصوصا عندما لا يكون لديه دراية أو خلفية واضحة عن البرمجة سوف يتعبك. يعني من ناحية التحديثات ومن ناحية التغييرات التي يطلبها، يعتقد أنه يطلب تغيير طفيف، بينما هو في الحقيقة أحيانا يكون تغيير في الهيكلة الكلية للموقع أو الهيكلة الكلية كما نقول احنا للموديليزاسيون الكلي للموقع. فهنا يعني
سوف تواجه يعني عدة مشاكل. تقول في نفسك لو أنك قمت ببرمجة مشروعك الخاص وأطلقته، وربما يكون هذا المشروع قد نجح أو ينجح، فيضر عليك المال أكثر من أنك يعني تقوم ببرمجة للآخرين. طيب أعطينا مشاريعك، يعني ما المشاريع التي لديك حاليا وحدثنا عنها؟ حاليا أعمل على مشروع الدكتوراه الذي هو عبارة عن برنامج ذكي لتشخيص مرض الصرع عن طريق دراسة أو التحليل الآلي لإشارة الإي إي جي، إشارة تخطيط مخطط الكهربائي للعقل أو للعقل دماغ يعني يسمى. الدماغ، مخطط الكهربائي لإشارة الدماغ. تمام. وأعمل هو على جهاز مشروع الجهاز المفضل. راح تصنع حتى الجهاز اللي يرتدى يعني؟ لا، هي في الحقيقة أبدأ أول شيء بصنع الخوارزمية الذكية. سوفت وير يعني. في الوقت الحالي نقوم بتدريب البرنامج ومحاولة إنتاج خوارزمية ذكية ليست موجودة يعني في المجال البحثي أو في مجال يعني ليست منشورة من قبل. هذا هو الهدف بتاعي، يعني نقوم ببرمجة بإنشاء خوارزمية ذكية خاصة بي شخصيا حتى أتمكن من نشر مقالات عنها في مجلات علمية محكمة. ممتاز، الله يوفقك يا رب. والمشاريع الأخرى، مثلا مشروع تخرج الماستر، ماذا كان؟ مشروع تخرج الماستر كان عبارة عن موقع إلكتروني أيضا للتبرع بالدم، يعني يقوم الأشخاص الذين يريدون التبرع بالدم بتسجيل أنفسهم في ذلك الموقع، وتقوم مؤسسة الموقع كانت تريد أن تتبناه مؤسسة، لكن يعني لم ينتهي كما كان مخطط له، لأنه كانت هناك مؤسسة مركز استشفائي جامعي لولاية الإمثال، يعني كنا نعمل مع بعض حتى يقوم هو بالإشراف على الموقع فيشرف على بيانات هؤلاء المتبرعين، متبرعين. و يستقبل يعني يستقبل طلبات التبرع. فالموقع عبارة عن وسيط يربط بين المتبرعين وبين المحتاجين إلى الدم تحت إشراف مؤسسة يعني عمومية حكومية تقوم ب يعني بضمان أن المتبرع لن يصل لمرحلة الخطر، لأنه صحيح نتبرع بالدم لكن لا قد نضر يكون أنفسنا. التبرع سبب في يعني مضاعفات، يعني صحيح إذا لم يكن هناك متابعة. فالموقع يقوم بتسجيل آخر تاريخ للتبرع، بتسجيل البيانات، كل البيانات المتعلقة بالمتبرع، حتى يقوم المشرفون عليه بالتأكد إذا كان هذا الشخص قادر على التبرع أم لا. إذا لم يكن قادر على التبرع سوف يعني يلغى من الموقع ولن يظهر لي الذين يحتاجون الدم حتى وإن كان يريد هو يعني تبرع. فهذه كانت وسيلة لبناء منصة تبرع بالدم كما نقول محمية أو تحت إشراف كادر طبي يحمي المتبرع ويحمي المحتاج إلى الدم. ممتاز. والمشاريع الأخرى الجانبية ممكن الحقيقة نشتغل كانت فيها. إيه كان عندي عدة مشاريع، يعني لما كنت أتعلم يعني مشاريع لم أكن لم ت... هذا أول مجزة مسابقات، أول مشروع أطلقه يعني كمشروع ربحي وكمشروع بروفيشنالي. بقية المشاريع كانت مشاريع ناتجة عن تجربة ما كنت أتعلمها. فمثلا قمت ببرمجة لعبة اسمها فلابي بيرد، قمت بلعبة دودي عبارة عن مكعبات فقط، فلديك مكعب تقوم بالنقر على زر مستطيل، زر مساحة سبيس، فيقوم المربع بالقفز، يعني لديك مجموعة من المربعات فأنت تقوم بالقفز عليها حتى لا تضرب في أي مربع آخر. فكانت هنا يعني كنت أجرب هنا تقنية اسمها الكوليجن ديتكشن، يعني اكتشاف الصدمات، يعني عندما يصطدم المربع
بالمربع الآخر الذي هو عبارة عن كما نقول عرصة أو عمود، فعندما يصطدم به سوف يخسر اللاعب، واللعبة سوف تكتشف أن هناك اصطدام، فتقوم بإيقاف اللعبة وتقول للاعب إنك خسرت وهذا هو عدد النقاط الذي جمعته، تماما مثل لعبة الديناصور المشهورة في كروم، يعني كما كرون. لمن يرى كروم. أيوة. وكانت هناك لعبة أخرى 3D كنت قد جربت يعني من قبل تطوير لعبة 3D، اسمها The Five Stars، النجوم 5، عبارة عن لعبة بسيطة، عبارة عن حلبة يعني ينزل فيها مقاتل، يعني هناك قصة وراء هذه اللعبة، أنه كان هناك أب يقاتل من أجل أن يصبح أحد النجوم 5، فيصل ويقاتل يعني في يقاتل قادة 5، و قتاله الأخير يكون دامي ويموت الأب، فاللاعب الذي هو عبارة عن ابن الأب هذا الذي مات يقوم بالدخول ليتتبع يعني خطوات أبه، فيواجه المقاتلين 5 ويحاول أن يفوز عليهم جميعا حتى يصبح القائد الأقوى بينهم يعني. فتقوم بالدخول كم مرة يعني تقوم بالدخول مع قائد من قادة 5 ويقاتلهم في الحلبة، عندما يفوز ينتقل إلى القائد الآخر وهكذا حتى يصل إلى القائد الأخير ويتقاتل معه، ويقوم يعني وعندما يهزمه يكون قد أصبح القائد الأقوى بينهم، وبالتالي يكون قد فاز وختم اللعبة. طبعا اللعبة لم تلقى نجاح كبير، يعني حملها 200 شخص فقط، ولكن يعني كنت فخور تلك الأيام لأنني يعني لأول مرة قمت بتطوير لعبة 3D. تعلمت الكثير أكيد، يعني إطلاق مشاريع بيعلمك عمليا كيف تبرمج الأشياء وتفهم المفاهيم الحاسوبية وما شابه، لأنه مهمة جدا هذه النقطة. نعم أكيد تفهم الخفايا خلف ما نفعله في حياتنا اليومية. طيب، نرى الكثير من الناس الذين يدرسون تخصص إعلام آلي وحاسوب والكثير من مشاريع التخرج، لكن لماذا لا ترى النور؟ هذا السؤال الذي يخطر لي كثيرا. يعني أرى الكثير الآن لماذا لا ترى؟ النور، يعني لماذا لا يستفيد منها المجتمع؟ على سبيل المثال، الموقع الذي صنعته أنت للتبرع فيه، خلينا نقول ممكن 50,000 مشروع الآن وفق تقديري أنا الشخصي حبيس الأدراج، تخرج الناس وفقه لكن لم يطلق. أنا أحكي حتى عن التكوين المهني، على فكرة التكوين المهني أيضا بيعطيهم مشروع تخرج. أين هذه المشاريع التخرج؟ لماذا أدخل برودكت هاند أجد 100 مثلا منتج برمجي كل يوم يصنعه الغربيون، وأقصد بالغربيين الناس كلهم، يعني في حتى مصريين على فكرة، في عرب، في أوكرانيين، فيه يعني هنود، فيه. لماذا مثلا ما عندنا موقع مثل برودكت هانت وفي هذه مشاريع التخرج لكي تفيد المجتمع؟ لأنه الآن لو تسمع مثلا شخص بيقول لك أنا مشروع تخرجي كان تعرف، يعني الكاميرات تتعرف على أشياء معينة في الغرفة هيك، أو نظام أمان بهواتف أندرويد قديمة، يعني أنت بدل أن تحدث ترميها. يعني تفضل. كمبيوتر فيجن، مثلا كنت تمام. تستخدم أين هذه المشاريع؟ يعني منذ عهد الاستقلال يعني تخرج عدد كبير جدا من الناس، أين هذه المشاريع؟ طبعا هو السؤال ليس مسألة، يعني هو تساؤل خطر لي، ويعني سألت الكثير من المبرمجين وكل واحد عنده إجابة، لكن صراحة يعني لم أجد حل حتى الآن. أين هذه المشاريع يعني؟ السؤال أين الفائدة من هذه المشاريع؟ لا، ليس أين الفائدة، أين هي عمليا؟ شخص تخرج عمل مشروع برمجي مثلا أو أي مشروع كان في تخصص إعلام آلي، أين هذه في المجتمع؟ هو أكيد عملها لفائدة 100%، يعني هذا ما في شك، ولا ممكن لم يقبلها المؤطر أو كذا، لكن الفكرة هنا أين هي الآن؟
يعني هل لدينا الآن مثلا جوجل على سبيل المثال هو بحث علمي أساسا أصلا، يعني الورقة العلمية موجودة ويمكن تحميلها مجانا بشكل شرعي في الإنترنت الآن. يعني جوجل هو عبارة عن خوارزمية مبنية على سلاسل ماركوف للاحتمالات، تمام؟ الآن أنا عندنا بحوث علمية، لكن أين المنتج أحكي في برية الإنترنت؟ المشكلة كما قلت سابقا، أين هي الفائدة؟ يعني هناك مشاريع ندرسها أكاديميا أن لديها فائدة، وأكاديميا بالفعل لديها فائدة، لكن ليس كل المجتمع يفهم الفائدة الأكاديمية من المشاريع. فعندما تكون للمشاريع فائدة فعلية على الميدان ويكون هناك تمويل ودعم للمشروع، فهاتين النقطتين يعني يسببان أن المشروع يبقى مشروع كما نقول بيداغوجي، بدلا من أن يصبح مشروع على أرضية الواقع. فأول شيء الفائدة التي يفهمها المستخدم العادي. فمثلا كان هناك مشروع في، لا أدري، أعتقد 2011 أو 2012، اسمه ويلكنيث إذا سمعت به، نعم. موقع جزائري للبيع والشراء. هذا كان مشروع أكاديمي عنده مؤطلقة على أرضية الواقع، نجح والآن أصبح مؤسسة توظف مبرمجين آخرين، توظف أصحاب الخبرة في الماركتينج وإلى آخره. فهذا المشروع لديه فائدة يفهمها المستخدم العادي. عندما تقول لمستخدم عادي أن هذا الموقع تقوم بتصوير منتجك وتضعه في هذا الموقع وتضع السعر، سوف يأتي شخص آخر يتصل بك عن طريق الهاتف الذي سجلت به ويطلب منك المنتج وتقوم أنت بإرسال المنتج إليه. فهنا مستخدم عادي سوف يفهم الفائدة من هذا المشروع. لكن عندما يكون هناك مثلا مشروع مثل مشروعي التبرع بالدم أو مشاريع أخرى، فيكون من الصعب شرح الفائدة. لا أقول لا توجد فائدة، ولكن لا يوجد شرح يعني مبسط للآخرين، حتى إلى أنه في الأخير نجاح المشروع من عدمه يكون على يد الفئة المستهدفة. إذا كانت الفئة المستهدفة فئة مثقفة، يعني هناك مثل التطبيقات التي نعمل عليها حاليا خاصة بالإي جي وإلى آخره، موجهة للنورولوجيست الأخصائي في الأعصاب، فهذه الفئة سوف تفهم أكاديميا الفائدة منها، ولن يقبل المشروع إلا إذا فهم الفكرة الأكاديمية أو الأهمية الأكاديمية للمشروع والدقة الأكاديمية الخاصة به. لكن عندما نتحدث عن مشروع موجه للعامة، فلا يكون من المنطق أن نتحدث عن الفائدة الأكاديمية، وإنما الفائدة التي يفهمها ذلك المستخدم البسيط الذي ربما لا يفهم أو لا نعم يفقه حتى أستاذ في. عبد الحفيظ، أهلا. أهلا أستاذ عبد الحفيظ. أهلا بك، وقد انقطعت قليلا. كنت تقول يعني الفائدة الأكاديمية، تفضل. نعم، هناك فائدة أكاديمية وهناك الترجمة للفائدة الأكاديمية للمجتمع البسيط. عندما تكون هناك ترجمة بسيطة مثل ما فعلت أنت عندما نشرت عن موقع ديت المسابقات، ومنشور بسيط جدا وصورة بسيطة جدا توضح أهمية موقع ديزل المسابقات، أن في الموقع الحكومي البحث صعب وغير فعال، بينما في موقع ديزل المسابقات البحث سهل وفعال. فهذه سوف تصل للمجتمع العام وسوف يقوم باستخدام الموقع. لكن إذا لم يكن هناك ترجمة صحيحة وترجمة دقيقة للإشكالية للعامة، سوف يفشل المشروع، لأن إذا كان الهدف أو الأودينسي المستهدف هو عام، فلن يقوم باستخدامه لأنه لن يفهم أو لم يفهم بعد الأهمية أو كيف يستخدم أو ما الذي يجعله يستخدم ذلك الموقع. بالإضافة إلى أنه هناك تحديات أخرى، حتى وإذا فهم العام المشروع، فإنه سوف صاحب المشروع سوف يواجه مشاكل، خصوصا هنا في الجزائر، مشاكل في شراء الاستضافة.
الاستضافة، مشاكل في شراء الاستضافة، كما أنه مشاكل في شراء الدومين نيم. أين تكمنات المشاكل؟ تكمن في عدم القدرة على تحويل أموال جزائرية إلى أموال عالمية، أو كما نقول إلى عملة البطاقة صعبة. البنكية. نعم، صعبة. فهنا يحتاج إلى أن يذهب إلى السوق السوداء. وفي السوق السوداء حدث معي منذ قليل، يعني هناك من يعني أرسلت له إلى النقود كي يرسل إلي العملة الصعبة، لكن لم يرسل العملة الصعبة وسرق النقود وهرب. فكما نلاحظ يعني السوق السوداء خطيرة من ناحية إهدار الأموال، لأنه يمكن أن يسرقك بكل بساطة. صحيح. وأيضا يعني سعر الأورو أو سعر الدولار يكون أغلى من المعتاد، لأنها سوق سوداء كما نعلم. فهذه أيضا عقبة أخرى أمام صاحب المشروع أو صاحب بالإضافة إلى أنه يحتاج إلى، لا يحتاج فقط إلى مهاراته البرمجية حتى يطلق مشروعه، وإنما يحتاج أيضا إلى مهارات تسويقية. يعني عندما أردت أن أطلق موقع لزيد المسابقات، ذهبت إلى دورة مجانية لجوجل حول التسويق الإلكتروني. يعني رأيت أن هناك أشياء يعني عديدة لم أكن أعرفها، وبدونها لم يكن موقع لزيد المسابقات ليصل يعني إلى عدد محترم من الأشخاص، رغم أنه قليل إلا أنه عدد محترم يعني من الأشخاص. فبدون هذه المهارات التسويقية لن يمكنه أن يعني يتقدم في السوق لمنتجه. لهذا يعني العقبات، يعني إذا أردت أن ألخص سبب عدم وضع مشاريعنا في أرض واقع، فسوف ألخصها بثلاث كلمات: الترجمة إلى المستخدم العادي، ترجمة الهدف أو الفائدة خاصة بالمشروع إلى المستخدم العادي، الدعم الدولي، يعني على الدولة أن تدعم هؤلاء الطلبة أو هؤلاء المبرمجين وتعطيهم وسيلة لكي يقوم بدفع مستحقاته. يعني يمكن لديه المال لكن ليس لديه المال على الإنترنت، فيحتاج إلى طريقة يعني كما نقول دولية، طريقة مضمونة بدون الذهاب إلى السوق السوداء، فيقوم بدفع تكاليف الاستضافة والتكاليف التي يحتاجها وحتى تكاليف الإعلانات الممولة. وآخر نقطة هي يحتاج إلى أن يتعلم أكثر. فنحن لدينا عندما يتعلم البرمجة، والبرمجة يعني تعلمها أمر مرهق نوعا ما، فإنه سوف يتوقف ويقول لك يعني تعلمت البرمجة. فيحتاج أيضا إلى أن يتعلم أمور أخرى أو يوظف أشخاص آخرين في مهام التي لم يتعلمها بعد، مثل مهام الإدارة، مهام التسويق الإلكتروني، والمهام الأخرى متعلقة بتسيير وإنجاح الموقع. تمام، فهمتك. طيب، لكن ماذا عن الطريق الحر؟ على سبيل المثال، واحد بينجح في إطلاق عمل مفيد بالفعل ويربح منه، أو يعمل عبر الإنترنت في شركة مثل الشركة، يعني توفر العمل عن بعد بصفته مبرمج، ويستخدم وايز أو بايسيرا أو أي حل آخر متوفر يعني في الوقت الحالي في الجزائر. ومن ثم، لأنه نحن لا نرى مشاريع مثل هذه صراحة، يعني من غير ودك نيس، أنت أعطيتني معلومة جديدة أنه كان ممكن انطلق من الجامعة. أنا اللي عارفه أنه بدأ كمنتدى، تمام. وأنا شايف، أنا ما عندي مشكلة يعني مع هذا النجاح، لكن أنا شايف في مشاكل في من ناحية الجنوب. الجنوب ليس لدينا أي شيء من هذا، لا أدري لماذا. ودائما الشمال يعني ياخذ حصة الأسد من الدعم وتوفير الأمور. فأيضا هو ليس مستغل بياناته بشكل كافي صراحة، تمام. مثلا على سبيل المثال، لا يعطينا، ليس لديه مؤشرات مثلا كما أسعار السيارات الوقت الحالي، مع أنه يمكن يستغلها يعني يدفع الشخص للوصول إلى هذه المعلومات. الجزائر أيضا أعتقد أنه لم تسمع حتى الآن بشيء اسمه البيانات المفتوحة، مع أنه فيه يعني أموال ضخمة جدا في هذا المجال. أعطي لك
سبيل المثال يعني الآن في السعودية كل الصفقات العقارية موجودة في مكان ما، فأحد المطورين السعوديين من هناك أطلق شيء اسمه عقار ساس بالاشتراكات، تدخل وتجد كل المعلومات على الصفقات العقارية في تلك المنصة مرتبة بطريقة ممتازة، هي موجودة في الموقع الحكومي بشكل غير مرتب مثلما فعلت أنت بالضبط، لكن عندما تشترك عند عقار ساس راح يكون بشكل أجمل، بشكل أوضح، بشكل يعني تجربة مستخدم ممتازة. تمام، أنا أحكي عن هذا أستاذ عبد الحفيظ، يعني من هذه الناحية بالضبط، يعني ليس لدينا حتى من ناحية يعني خلينا نقول مقارنة بالدول الأخرى العربية بالذات، لا أحكي عن الدول الأوروبية أو ما شابه، يعني حتى من ناحية عدد المنتجات الرقمية الموجود يعني المتوفر. هي إذا أردنا أن نقارن يعني بالدول الأخرى، دول عربية، فهناك دول عربية يعني لديهم سهولة في الجانب الآخر الثاني الذي تحدثت عنه، وهو وضع الأموال الخاصة بهم في الإنترنت، بالإضافة إلى أنه يعني التكوين في بعض الدول أفضل من التكوين في الجزائر. يعني حتى أكون صريح، يعني البرمجة صراحة أنا تعلمتها من مصريين في اليوتيوب. يعني عندما أردت أن أتعلم البرمجة، برمجة مواقع بلغة البي اتش بي، كان هناك مبرمج نسيت اسمه كان في اليوتيوب، هو من كنت أتابعه حتى تعلمت منه. يعني كما تلاحظ مستوى التكوين يعني في الجزائر مقارنة بالدول الأخرى، يعني لا أقول ضعيف، لكن يسمح للدول الأخرى أنها تقدم أكثر منا. يعني سوف يكون من المنطقي لو رأيت مصر تقدم منتجات أكثر منا، أو لا رأيت أو إذا رأيت السعودية تقدم منتجات أكثر منا، لأن السعودية مختلطة بالدول الأوروبية فتحاول أن تستفيد من مهاراتهم كثيرا. فلاحظت حتى في كرة القدم يعني أصبح يجذبون لاعبين كبار مثل كريستيانو، بنزيما وإلى آخره. فالسعودية يعني الوضع المالي الخاص بهم يسمح لهم بالاختلاط كثيرا والاختلاط بشكل فعال مع الدول الأوروبية، فيكونون يعني بنية مبرمجين عرب لديهم يعني كفاءة عالية جدا تسمح لهم بأن ينتجوا أكثر يعني من المبرمجين في الجزائر. بالإضافة إلى أنه هنا في الجزائر بصراحة يعني لدينا فكرة يعني تحبيط الآخرين، يعني كما لاحظت في تعليق ذلك الشخص على الفيسبوك، لدينا يعني هنا في الجزائر يجب أن تضع مشروع ويجب أن لا ينجح المشروع، يعني هكذا يجب أن هو يستفيد من المشروع، لكن في نفس الوقت يجب هذا المشروع أن لا ينجح وأن لا تنجح أنت وتصبح يعني شخص لديه مشروع هكذا. يعني فالصراع بين الحسد والغيرة في الجزائر ممكن يكون يعني عائق كبير أمام أن تنتج يعني عدد من المنتجات أكبر يعني أكثر من الدول الأخرى. لكن في الوقت الحالي وبعد أن بدأت الجزائر تذهب نحو الرقمنة، رأيت العديد من الجزائريين يقومون بإنتاج يعني مشاريع ما شاء الله. فهناك من قام بإنتاج غرفة للدراسة عن بعد، عندما أتت كورونا أنتج غرفة ما شاء الله مثل زوم تقوم فيها بالدراسة عن بعد، و يعني المتمدرسين مرتبين كما مرتبين في الواقع، يعني لديهم كما نقول طاولات أو كطاولات، يعني أراهم مستتفين أمامك هكذا يعني بالأسماء الخاصة بأسماواتهم. يعني هناك منتجات لكن لا نعرفها بسبب نقص التسويق وبسبب تغطية الإعلام عن هؤلاء الشباب، وبدل منه يعني يقوم بالذهاب إلى المغنيات وإلى الشخصيات التافهة التي تكثر التفاهة، بدل من أن يذهبوا إلى الشخصيات مثل هذه التي تنتج وتعطي للجزائر قيمة مضافة سواء من الناحية العلمية أو من الناحية الإنتاجية. صحيح. آه، نحتاج إلى مواقع إعلامية أيضا مستقلة وليست
تابعة فقط للحكومة زي ما حكينا برودكت هانت، مكان يوجد فيه هذه الأشياء، تمام؟ ليعرف الشخص المشاريع الجديدة في الجزائر التي ينجزها ناس زي ما حكيت أنت بالضبط، تمام؟ أكيد أكيد يجب أن يكون هناك إعلام شخصي. طبعا الإعلام الحكومي يعني حقا فكرة رائعة أن يكون هناك إعلام غير تابع للإعلام الحكومي، فهكذا هنا يمكن التغطية هناك للإعلام. مشكلة أخرى عبد الحفيظ، وأسف للمقاطعة. على فكرة أنا تواصلت مع الجزائريين، هم لا يردون معظمهم. يعني أنت لو الآن بتشوف، هي أصلا يونستوك محاولة لسد هذه الثغرة، تمام؟ أنا يعني طبعا أحب أن أستضيف الجزائريين، المشكلة فيهم أنهم لا يردون، تمام؟ بيقرأ الرسالة ما يرد عليك أصلا. يعني لهذا أنا مثلا على سبيل المثال، لو أستطيع أن آتي مثلا بشخص عمل شيء جيد، أنت بارك الله فيه قبلت، لكن الآن سهولة كبيرة صراحة بكل أمانة أني آتي. أنت حكيت على البي اتش بي، تمام؟ أستاذ خالد الشمعة هو مطور رقم واحد، المعرب رقم واحد، دعنا نكون دقيقين، الذي عرب البي اتش بي وما زال يعني الآن، واسمه معروف في الجيت هاب، وفي يعني اي شخص الان عربي يشتغل بي اتش بي، خالد الشمعة بارك الله فيه هو له عليه يد يعني بيضاء زي ما يقول، يعني هو عمل تمام وبكل مودة قبل اللقاء وفرح به كذا، تمام، بتراس الجزائر وكذا. هاي المشكلة التي نحكي عنها. انا احكي ايضا حتى عن فكر موجود هنا. طيب اعطيك سؤال بسيط جدا، يعني أنت كشخص، أنا أحكي هنا ليس عنك أنت بالذات يعني، لكن أحكي عن الشخص الذي مثلا أنجز أو ما شابه. طيب أنت لماذا لا تكتب مثلا أنك لا تستطيع مثلا الوقت الحالي، أو لا أريد الظهور مثلا على سبيل المثال، واللي هو خطأ على فكرة. لماذا لا تريد الظهور أصلا؟ يعني كيف لا تريد الظهور؟ هل لديك شيء تخفيه مثلا أو كذا؟ لا، يعني هذا مش معقول صراحة، لأنه لا أدري الناس كيف صراحة تفكر. أنا لا أرى مش إشكال كما قلت لك. بالضبط، لكن أحكي لك أنه موجود، تمام؟ هاي الفكرة فين؟ يعني حتى أساسا بتلاقي كثير جدا من المشاكل، خلينا نقول اللوجستية، هذه لكي مثلا تعمل لقاء وكذا. ولاحظت أن الجزائريين هم ليس كلهم، هم العرب بصفة عامة، خلينا نحكي بصفة عامة، تمام؟ أنا أحكي لك الآن، أنا في واد سوف، تمام، الجنوب الغربي في الجزائر، تواصلت مع دكتور في الذكاء الصناعي بجامعة، تعتقد جامعة كبيرة في، قلت له أنا عجبني عرض تقديمي قدمه، هو كبير، كيف تفكر أوضح اسمه وتكتب بصورة أوضح وتفهم أشياء بصورة أيسر. فوافق مشكورا، بل نعم. وأعطاني حتى يعني الشرائح، تمام، الشرائح المحدثة، لأنه هو قال لي هذا اللي تريد أن تعربه، قال لي هذا أصلا قديم، عندي نسخة حديثة، ورد في نفس اليوم 24 ساعة. أنا أحكي عن دكتور يعني الكثير ما تواصلت معه في يعني برودكت هانت، يعني أقول لك باختصار، يعني واحد عنده شركة هنا عربي، موظف اثنين فقط سواء كان جزائري أو عربي، صعب جدا الوصول إليه، بينما يسهل الوصول إلى شركة عالمية كبرى. يعني هذا أيضا خلل تحدث عنه مرارا وتكرارا في تدويناته على فكرة، وهو معقد وعنده جذور كثيرة جدا، تمام، زي ما حكيت، فيه كثير من العوامل النفسية، العوامل المحيطة بالأمر. ما مقاربتك، ما تعليقك على الموضوع؟ ففي الحقيقة يعني عندما كنت أدرس كان هناك أشخاص أفضل مني بكثير، وأعيد وأقولها دائما عندما يسألوني الأشخاص هناك، يعني من عندما يراني خصوصا هنا في منطقة الجنوب كما قلت لدينا الكثير من المبرمجين، فيقولون يعني أنت يعني ربما الأفضل هنا ربما في الجنوب، فأقول لهم لست الأفضل وإنما هناك من أفضل مني، لكن لا يحبون الظهور إعلاميا أو لا يحبون أصلا الظهر، يعني رغم قدرته ورغم أني أذهب وأتعلم منهم كثيرا إلا أنهم يعني لا يحبون أن يعرف الكثير عن قدراتهم، فربما هذا راجع
لخوفهم كما قلنا احنا من العين او شيء من هذا القبيل، وربما لقناعة نفسية يعني عندهم. فهنا في الجزائر يوجد يعني حقيقة يوجد، كما يوجد أشخاص آخرين ينسبون الأعمال إليهم. ربما هذا قد يكون يعني أحد أو أحد الأنواع التي ربما لن تقبل اللقاء معك، لأنه في الحقيقة لا يعرف أساسا كيف بني المشروع، أو لا يمكنه أن يتحدث بشكل أوضح وواضح عن المشروع. لكن عموما للنسبة الأكبر أظن أن هؤلاء الأشخاص الذين لا يحبون الظهور ولا يحبون يعني أن تظهر يعني قدراتهم، فأظن أن يعني أنت كنت تلتقي بهم، فربما ربما يكون شوف من هؤلاء. الله أستاذ عبد الحفيظ، هل تسمح لي أن أعارضك في القصة هنا وأبدي رأيي بصراحة؟ تريد رأيي بصراحة؟ تفضل يعني بصراحة. أولئك الناس الذين تحكى عليهم، قابلت بعضهم، لا أؤمن أنهم يعرفون البرمجة بكل أمانة، لأنه هنا في تناقض. لو أنت مثلا بيجي يقول لي هذا، عندنا هنا لفظة يقول له مثلا، يقول لك طاير في البرمجة، يعني هارب في البرمجة، هارب في كذا. طيب أول سؤال يخطر لي هو زي ما يخطر لأي شخص يعني في التوظيف، أنا معرض أعمالك، لا أنا أتابع فقط الفيديو وأفهم هذه الأشياء، لن أصدق هذا. تمام، يعني أنت شخص مثلا بيقول لي يعرف البرمجة، ليس لديه بصمة رقمية مهمة جدا، هو في الحقيقة ماذا يفعل؟ مثلما يمزح المبرمجون الغربيون، هو يبحث فقط في ستاك أوفر فلو، يعني بحث بسيط بستاك أوفر فلو فقط، كوبي كوليو. الآن أصبحت يعني موجود الكوبيلوت في جيت هاب، لأنه لا يمكن تحقق أستاذ عبد الحفيظ هنا من قصتهم هم. أنت بتقول لي أنا كذا، بينما في نفس الوقت أنا أحكي على هم، في نفس الوقت لا وجود لأثر لك. لهذا عندنا إشكالية في تضخيم الإنجازات العلمية. لو لاحظت ابن المسيلة ادعى أنه حل مشكلة اعصاصات على الناس من 1700، وهي أعتقد برهنت حداثية كولدباخ إذا سمعت بها. فإذا عندك واحد عالم رياضيات، دكتور رياضيات، ادعى أنه حل حداثية كولدباخ. لو حل هذه الحداثية على فكرة، لا كما قال واحد من الناس بالفعل وعقلاني، لا أحدثت زلزال في الرياضيات. يعني في الوسط العلمي الناس راح تأتيك وراح يكرموك وراح كذا، لكن نحن أخذنا هذا الكلام، ولو تكتب الآن اسمه راح تلاقي احتفاء كبير، ونحن نفخر. أهل مسيلة، أهل مسيلة، نحن نفخر بكم، ما عندي مشكلة أنك تفتخر بولد بلادك، لكن دعنا من هذه التضخيمات. يعني شخص بيخترع أشياء هو غير مخترع، إنسان يعني بدون ذكر أسماء، أنا ذكرت جولد باخ كمثال فقط على فكرة. يعني شخص مثلا الآن هو معروف، لا داعي لذكر اسمه، يدعي أنه مسجل 1000 اختراع في أمريكا. أمريكا لحسن الحظ شفافة جدا، يعني تدخل للوزارات تبعها وبتلاقي يعني قاعدة بيانات فيها كل الاختراعات، لن نجد اسم هذا الشخص. تمام، الآن يكرم وهو يسير هنا ويتحدث ويتفلسف، تمام، زي أنت ما شايف. أنا وأنت جزائري على فكرة، تعرف لو ما كنت جزائري مش راح أحكي معك هذا الكلام، لكن جزائري مع بعض يمكننا يعني أن ننقد الوضع بكل أمانة وبكل يعني نزاهة. تمام، فهذا رأيي في القصة. يعني أنت من فقط يعني من هذه الناحية يعني التضخيم، لهذا قلت أنا يعني مشكل الإعلام. الإعلام يعني أيضا لديه يعني يغطي على يعني، لاحظت أن هناك أطفال يعني في الثانية عشر أو في مرحلة المتوسط يقول لك أنه اخترع نظام ذكي. فأساسيات النظام الذكي يعني تحتاج أصلا إلى مهارات في الرياضيات لم تدرسها إلا في الجامعة، صحيح، فكيف اخترع النظام؟ هو لا ممكن نقول أنه لم ما يعرف حتى اختصار الآن ماذا يعني، يعني large language models. أنا أؤكد لك أنه لا يعرف ذلك. هذه مشكلة زي أنت ما حكيت تابعة لموضوع الإعلام، لكن مشكلة قابلة للحل زي ما حكينا، أنه في كثير الآن من المؤسسات الإعلامية المستقلة أحكي التي تغطي بشكل جيد. أنا أحكي خارج الجزائر، لازم يكون لدينا واحدة بالجزائر تغطي هذه الأشياء. إن شاء الله ممكن، إن شاء الله حواراتك هذه تصبح مستقبلا، لما لا؟
حوار علمي إعلامي مميز يغطي مثل هذه الكفاءات يعني بطريقة صحيحة، حتى يعطي المعلومة الصحيحة للمواطنين أو للأشخاص البسطاء مثل الأطفال هؤلاء الذين ينتجون منتجات يعني ذكية. لا نقول أنهم يعني مختصون أو خبراء في الذكاء الاصطناعي، وإنما نقول أنهم تمكنوا من استغلال الذكاء الاصطناعي بطريقة تفوق عمرهم. يعني هم في الحقيقة بالفعل يقومون بإنتاج أجهزة بالأردوينو، ويقوم بعمل embedded systems يعني embedded AI في هذه الأجهزة، لكن لا يعرف الثيوري أو النظرية خلف ما يفعله، لكن بالفعل يستغل هذه التقنيات وينتج منتجات مفيدة. يعني بدل ما تقول خبير في الذكاء الاصطناعي أو خبير في الروبوتات، قل لديه موهبة في استغلال الذكاء الاصطناعي. يعني في الإعلام يقوم بالتضخيم كما قلت أنت، يعني بدل ما أن يقول لديه موهبة. يعني في كلتا الحالتين الطفل يعتبر يعني نابغة إذا كان لديه موهبة في استغلال الذكاء الاصطناعي، أو كان عبقري في الذكاء الاصطناعي، ففي كلتا الحالتين يعتبر نابغة. لماذا يقومون بالتضخيم يعني بشكل مبالغ فيه؟ لا يوجد هناك حاجة للتضخيم، فيقومون بالتضخيم أين لا توجد حاجة للتضخيم. صحيح. طيب إذا نختم بهذا السؤال، ما هي نصائحك لطلبة الإعلام الآلي في الجزائر وفي الوطن العربي بصفة عامة ولمتعلمي البرمجة؟ طيب إذا نختم بهذا السؤال، ما هي نصائحك لطلبة الإعلام الآلي والشباب العربي الذي يريد تعلم البرمجة؟ أستاذ عبد الحفيظ تفضل. إذا أردت أن أقدم نصائح للشباب العربي أو شباب الإعلام الآلي الذي يريد أن يتعلم برمجة، فنصيحة واحدة لا ثالثة لهم لا ثانية لها، وهي الصبر والاستمرار. فمجال الذكاء الاصطناعي ومجال البرمجة متعب مرهق، ولكن مع الصبر والاستمرار يمكنك أن تتحسن ويمكنك أن تصبح بالفعل مبرمج. لا داعي يعني لأن تسرع الأحداث، هناك من يسرع الأحداث ويتعلم سطرين برمجة ويقول لك آخر خلاص أنا أصبحت مبرمج، يمكن البرمجة كما كنا نتحدث عن التضخيم. فيصبر ويتعلم وينتج منتوج بسيط جدا، ويقوم بتطويره والعمل عليه والعمل عليه حتى يأتي اليوم الذي يصبح فيه يعني محترف بالفعل، ويقدم منتجات مفيدة و مقبولة علميا. تمام، أشكرك أستاذ عبد الحفيظ لقبول هذه الدعوة، كان حديث ممتع وثري، بارك الله فيك. شكرا مستمعينا شكرا لك. الأعزاء لحسن الإصغاء والاستماع، بارك الله فيكم، وألقاكم في حصة أخرى من يونس توك إن شاء الله قريبا. سلام.